معلش انا اتاخرت عليك. لا ولا يهمك، المهم احنا هنقابله فين؟ في كافيه قريب، هو بعت لي اللوكيشن. طيب ماشي، حد شافك كنت جايه؟ لا لا مفيش حد. كويس تعالي. ايوه خالتي، كنت عايزاني في حاجه؟ كنت عايزاك تجيب لي حاجه. عينيا اجيب لك الحاجه، بس قبل ما اجيب لك الحاجه انا عايز اتفرجك بقى على الصور اللي صورتها للشريمه. بصي بورتريه. اوعى. كويس جامد. انا فظيع. اعملي حسابك اول ما اخلص المهمه دي هتديني الموبايل ده هديه. ايش ايه؟ طب انت كنت عايزاني في ايه؟ قولي لي. مش وقته يلا امشي. ايش خد يا صابرين بالهنا والشفا. تسلم يا عم كرم. ايه ده؟ انت فاكر نفسك مش هنعرف نجيبك ولا ايه يا صابرين؟ بقول لك ايه علاء؟ انا جعان. جعان ايه بس يا دلوقتي؟ يا عم اوعى ايدك. صابرين اسمع الكلام، في كافيه هناك اهو، هنقعد نتكلم شويه. اوعى لا ما تقوميش، امشي معايا. يلا. اوعى يا عم. ولا عبد الله هم واخدين صابرين ورايحين على فين يالا؟ انا مش عارف الست دي ممكن تكون عملت ايه بنتي. هتكون عملت ايه يعني يا استاذ رأفت؟ معلش يا استاذ رأفت، انا شايف ان انت مكبر الموضوع حبتين. مكبر الموضوع ازاي يعني؟ يعني موضوع الرسائل ده ممكن يكون بسبب انها يعني متضايقه منها، مش طايقاها، عايزه تمشيها من الفيلا، لكن ما توصلش لدرجه القتل يعني. وليه ما تقولش ان شيرين دي عامله عصابه وبتتاجر في الاعضاء؟ ومش كده وبس، ممكن تكون عضوه في العصابه دي، اهو بتبيع البنات لبيوت الدعاره. ايوه علشان بتسجل لهم فيديوهات مخلة بالشرف. معقولة؟ دي تبقى مصيبة. يا أستاذ رأفت، لو كلام حضرتك ده مظبوط كانت على الأقل الحكومة خدت خبره واتخذت الإجراءات اللازمة. وبعدين أنا أبويا شغال في الفيلا دي بقاله كتير قوي، يعني لو كان شاف حاجة زي كده ولا كان سمع حاجة زي كده كان أكيد ساب الفيلا ومشي، أو حتى كان قال لي. بصراحة أنا من ساعة ما جيت الفيلا دي وأنا كل اللي شايفه عن شيرين دي إنها ممكن تكون بترازي البنات، بتزعق لهم، مش اكتر من كده يعني. ما توصلش لدرجه اعضاء بشريه ودعاره وكده يعني. انت بتدافع عنها كده ليه؟ عشان شغال عندها. اولا يا استاذ رأفت انا مش شغال عند حد. ثانيا بقى انا مش هزعل منك عشان انا مقدر موقفك. يا ابني يا مروان يا حبيبي، انا راجل محامي، يعني مر عليا الاف القضايا اللي زي دي، علشان كده انا متاكد إن ورا اختفاء بنتي الست صاحبة الفيلا. طب يا أستاذ رأفت شوف حضرتك عايز مني إيه وأنا هقدر أساعدك. أنا مش عايز منك غير حاجة واحدة بس، تدخلي أوضتها وتدوري على أي حاجة ممكن تساعدنا. لا طبعًا أنا مش موافق على حاجة زي كده. لا طبعًا إيه، دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تساعدنا بيها، وخصوصًا إن هي قاعدة جوه الفيلا. ما تقلقش يا أستاذ رأفت، أنا هدخل الأوضة يمكن اقدر الاقي حاجه اساعدك بيها. اتفضلي. استني، خش برجلك اليمين يا شاب. تنورتينا، شرفتينا. ايه الجمال ده؟ يا اهلا وسهلا. خالتي استني. اهلا وسهلا. هش؟ هش. هش. انا ندى عبد الحميد، طالبه في كليه هندسه. كنت كلمت الانسه شيرين وحجزت معاها غرفه. انت دفعتي فلوس الايجار؟ لا لسه. اتفضلي اهي. أنا كان عندي سؤال، هي الدار هنا بتقدم أكل؟ لا الحقيقة ما بنقدمش أكل، بس لو حبيتي تستعملي المطبخ تجيبي أدواتك، طبقك، معلقتك، شوكتك، كوبايتك، حتى الحلة تبقى بتاعتك. ما فيش أي استعمال في المطبخ غير البوتاجاز بس، مفهوم؟ يا مشهاب.
أم شهاب؟ نعم نعم حاضر. تعالي لي دقيقة. نعم يا مدام فريد. خديها وديها أوضة السحر. هو في حد معايا في الغرفة؟ لحد دلوقتي لا، بس الأوضة بتشيل سريرين. اتفضلي معايا. على فكرة لو احتجت لأي حاجة أو عوزت أي حاجة خالص ما تخافيش، تعالي لي. متشكرة يا مدام. اتفضلي. أنا ندى وأساسا من الشرقية، وحضرتك مين؟ أنا ما سألتكيش عشان أجاوبك. يا نهار اسوح، انت عايز تحبسني ولا ايه؟ ده انا لو عملت كده صاحب الفيلا هيعرف اكيد ان انا اللي خدت الدهب. بقول لك ايه؟ احنا اليوم اللي هيسرق فيه الفيلا انت هتكوني محبوسه، مع ان النوجه هتتبلى عليك بسرقه تليفونها، والتاني يوم هتنزل على المحضر. لا لا بقول لك ايه، فكك من الحوار ده خالص، انا ماليش دعوه بيه. لا انا بقول لك ايه، اسمعي مني وشرف امي، لو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه شويه ميه نار هتغرقهم في وشك، مش هتنفعي تاني. ايه الشطارة دي يا مشاه؟ ها؟ مين بقى اللي قالك على الموضوع ده؟ فريدة؟ ولا ده اجتهاد شخصي منك؟ ابدا ما حدش قال لي حاجة، انا لقيته في الجنينة فقلت يمكن ينفعنا. برافو عليك، هو هينفعنا فعلا. ورايا عايزاكي في حاجة. عندي ليكي مفاجأة، انما ايه؟ تحفة بجد. قول بسرعة. هي ايه البنات ما بقاش عندها صبر ابدا؟ تبقى مفاجأة ازاي طيب؟ بس احنا بنقول بقى عشان خاطري. تعرفي تجيبيني ازاي انت برضه؟ ماشي قول. انا ماما خلاص خلصت فرش الشقة، اعمل حسابك الشهر الجاي هنتجوز. الشهر الجاي؟ اه. لا يا احمد ما ينفعش الشهر الجاي، انا ناقصني حاجات كتير ومش هينفع تقلع عادات اكتر من كده. انا ناوي اشتغل واجيب كل اللي ناقصني يا احمد. يا حبيبة قلبي كل اللي نفسك فيه انا هجيبهولك وزياده. لا يا احمد ما ينفعش. يا قلب احمد، يا قلب احمد، انا وانت ايه؟ مش واحد؟ وانت خلاص بقيتي مسؤوله مني. طب بص بقول لك ايه، في شركه لقيتها على النت عايزه. ما فيش كلام في الموضوع ده تاني، انا قلت ما فيش شغل، ويلا عشان وراكي محاضرات مهمه لازم تحضريها، عشان بعد المحاضرات اخدك نتغدى واوصل. ماشي يلا المحاضرات. انت احلى حاجة حصلت لي في حياتي، بحبك. انا هخلص بس اللي عندي كله وربنا، ادعولي بس. طيب خلاص ماشي. انت يا ابني ابوك راجع امتى؟ انا مش عاجبني الوضع ده، انا مش عايزاكوا عندي في الفيلا. فهم ابوك لو ما جاش على اخر الاسبوع أنا هشوف غيره. كلامي واضح؟ أنت جديدة بقى معانا هنا؟ أيوة أنا ندى، كلية هندسة ومن الشرقية. وأنا نيلي، صيدلة القاهرة. إيه ده، هما دول عايشين معانا هنا؟ لا ده مروان ابن عم ريحان الجنايني، وده قريبه. بصي هم قاعدين معانا يومين كده وهيمشوا. ازيك يا نيلي؟ ازيك يا مروان. دي ندى جديده معانا في الدار. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ماشي عن اذنكم. اوكي اتفضلي. طيب خلاص ماشي، سلام. باي باي. عامله ايه؟ تمام. ازيك؟ هاي عامله ايه؟ عامل ايه؟ مش تبركلنا لسه ماضيين مسلسل جديد وشكل البليه هتلعب معانا. ايه ده بجد؟ اه والله. الف مبروك. ايوه بقى يا نجم، نجم يا ابني، نجم نجم نجم. قولك ايه، انا
انا مش عايزك تعملي اي حاجه من اللي الاستاذ رأفت ده، انا قلقان عليكي. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين؟ انا هطلع دلوقتي وهبقى اكلمك في التليفون. هو في ايه يا نجم النجوم؟ ايوه هو في ايه بقى عشان لو حد سالني يعني. انا هقول لك، انت مقتنع بالكلام اللي هو قاله؟ ليه هو قال ايه؟ قسمي اللحمة دي على اتنين وحطيها في الطبق ده. حاضر، بس اطبخ. وهي نية. نية؟ نية ازاي يعني؟ انا هاكلها نية. يعني ايه هتاكليها نية؟ كده. هجيب حاجة من المكتب وراجع لك. خدي هاتي لي الحاجات دي من السوبر ماركت بسرعة. حاضر. مالك؟ بتاكل اللحمة نية مش كده؟ خلاص خلاص، حط لها فلفل اسود كتير عشان ريحة الزفارة، فاهمة؟ كتري الفلفل الاسود. خد بالك يا مروان، اول ما تخرج وترجع قولي. ما بلاش تعملي اللي انت بتفكري فيه دوت، احسن تعمل معاكي مشكله وانت عارفه خلقها ضيق. يا مروان علشان خاطري انا مش طالبه حاجه، انا برضو شاكه فيها ونفسي اعرف ايه اللي في اوضتها. بقولك ايه، شيرين في الجنينه شكلها بتعمل حاجه غريبه. فين ده؟ انا مش شايفه حاجه. لا ما انتي مش هتشوفها من عندك، انا شايفها من ناحيتي هنا. طب شوف كده. طيب بتعمل ايه وقول لي. بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بقولك عمالة ترمي حاجات كده زي ما تكون بتأكل حد حاجة، زي ما تكون مربية حاجة في الجنينة. الست دي غريبة قوي. لا هي أصلا مش مربية حاجة في الجنينة. بقولك ايه، هي شكلها كانت بترمي حاجه في الجنينه، هي دلوقتي خلاص خرجت بره الفيلا. طيب دي احسن فرصه بقى، اول ما تخرج وترجع رن عليا. يا بنتي ما بلاش. يا مروان بقولك دي احسن فرصه. يلا اسمع كلامي، اول ما تخرج وترجع رن عليا. طب ماشي بسرعه، بس انا واقف عند الباب اهو. ماشي، باي باي.
كان زماني متجوزه دلوقتي، بس اللي زينا لازم تتجوز واحد زيها خارج ملجأ. لا يا حبيبتي، هو لو كان بيحبك بجد كان واقف قدام اهله. هو معاه حق، هيقول لاهله ايه؟ ولما اتجوز وخلف هيقول لعيالنا مين واهلي مين؟ مش ممكن اكون بنت حرام؟ لا يا بنات، احنا مش بنات حرام، انا حاسه بكده. وحتى يعني لو كنا اولاد حرام ده مش ذنبنا، كل واحده فينا من حقها ان هي تعيش وتحب ونعيش احسن من اي حد كمان. الله، دي عشاني انا؟ اكيد طبعا علشانك، عشان بس ايه ما تتاخريش عليا بعد كده. والله بيكون غصب عني مش قصدي. انا عارف، ان شاء الله كلها كام شهر ونبقى مع بعض على طول بقى، تاخري براحتك. انت عارفه ان انا بحبك وانت مكسوفه جدا. يوم بقى، طب انا عايزه، مش اتاخرت قوي؟ تلحقتي؟ مستعجله قوي؟ لا بس عندي يعني دروس كتير ولازم اروح اذاكر. ماشي، يلا بينا. استاذة شيرين، انت محتاجة حاجة اساعدك فيها؟ لا يعني مش محتاجة اشتري لحياتك اي حاجة، اصلا انا شفت حياتك خرجتي ودخلتي كده على طول. ما شكرا. Thank you.
نيلي ما بترديش ليه؟ جت اخرجي انت بقى بسرعه، اخرجي بسرعه.